نقلتك حاضنة جديدة خاصة بالمؤسسات الناشئة النشطة في مجال النقل والمواصلات، يتعزز بها قطاع اللوجستية في الجزائر ويعول عليها لإثراء وتطوير مشاريع ابتكارية ذات قيمة مضافة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. تدشين أول حاضنة أعمال عمومية متخصصة في الجزائر التي تتشرف وزارة النقل بإطلاقها هذا اليوم، والتي تدخل ضمن توجيهات السيد الرئيس الجمهورية الرامية إلى عصرنة ورقمنة الإدارة وتماشيا مع سياسة الحكومة ومخطط عمل وزارة النقل الذي يهدف إلى تطوير القطاع. فضاء مشترك يتوفر على كافة الضروريات لاحتضان وتسريع نضج المشاريع الرقمية، تتقاسمه عدد من المؤسسات الناشئة لقرابة السنة، مما يمكنها من إطلاق ابتكاراتها والاحتكاك فيما بينها لتبادل وجهات النظر وبحث فرص التعاون. Ce magnifique espace d'à peu près 500 mètres carrés avec qui où on a accueilli cette première proposition de 10 startups dont les activités vont de la plateforme d'intermédiation pour les transports jusqu'à l'information voyageur et même jusqu'à la big data. C'est un espace qui va permettre aux jeunes, c'est-à-dire ces jeunes start-upers, la jeune entreprise, باش يتلاقاو مع بعضهم مي بوتيت كريي دو لا فالور انصومبل. سير داير حنا تلاقينا مع اون ستارت اب هنايا وين هضرنا على بوكو دو بروجي اون كولابوراسيون، بروجي دو برودكسيون ميم ديكسبورتاسيون دو برودوي الجيري. الحاضنة الجديدة من شأنها المساهمة في تطوير الابتكار في قطاع النقل بغية الاستفادة من الكفاءات المحلية المتاحة وإبداع الشركات الناشئة الجزائرية، ومن ثم تسريع التحول الرقمي الحقيقي للقطاع.